بك عزيزي المشاهد في قناة مركز الإعلامي. منأمل منكم المساهمة بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومنأمل مشاركة الفيديو ليوصل لأكبر عدد من المشاهدين تشجيعاً إلنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ليس من الصعب إيجاد النباتات الخضراء في الصحراء، ولكن من الصعب إيجاد نباتات جميلة الشكل والتنسيق فيها، كما أنها نباتات طبية بامتياز. نبتة الرتم الصحراوية، وهي تشبه كثيراً شجرة الرتم الجبلي، لكنها تختلف في طبيعة المناخ وطريقتها في البقاء، وهي من النباتات التي تعتاد على رؤيتها في الصحراء الجافة. فهذه نبتة تتواجد بكثرة في منطقة الجزيرة العربية وصولاً إلى البادية في بلاد الشام وشمال القارة الإفريقية. تمتاز بأوراقها الخضراء الناصعة وشكلها الدائري الممتلئ بالأفرع الصغيرة، كما أن للنبتة أهمية كبرى في الاستعمالات الطبية. الرتم الصحراوي هو نبتة معمرة يصل الحد الأعلى لطولها حوالي متر تقريباً، بقطر يصل إلى متر ونصف. هذا النبات يتمتع بقوة امتصاص الماء والاحتفاظ به لوقت قصير بسيقانها، وذلك بسبب طبيعة المناطق التي ينمو بها هذا النبات وتكون دورة حياته قصيرة. وعند تساقط أوراقه تقوم الساق بعملية البناء الضوئي لتعاود النمو بشكل طبيعي في حين توفر الماء. لها سيقان رفيعة خضراء مع الأفرع المتشابكة الكثيرة، لكنها تمتاز بالقساوة، وأوراقها مركبة ثلاثية، وعادة ما تتساقط أوراقها الصفراء الذهبية الجذابة. يكثر نموها في المناطق الصحراوية والبيئة الجافة والقاسية، ويمكنها النمو في المناخات المعتدلة أيضاً. تتواجد بكثرة في مناطق شبه الجزيرة العربية. يستخدم من نبات الرتم فقط الجزء العلوي وهو الزهرة، يستخدم لعلاج العديد من الأمراض لاحتوائه على العديد من الخواص العلاجية والتي تستخدم بصنع الأدوية والعقاقير. من أهم استخداماتها الطبية عند العرب علاج حصر البول الشديد، علاج إدرار البول اللا إرادي، تنظيم نبض القلب. ويؤدي نبات الرتم الصحراوي دوراً في تقليص عضلات الرحم، ويستخدم للمرأة عند الولادة حتى تتجنب فقد الدم أثناء الولادة. يعالج ارتفاع ضغط الدم، وله قدرة فعالة على شفاء انحسار البول. ولطالما اعتبرت نبتة الرتم الصحراوي سامة عند العرب والبدو بالتحديد، لكن الجزء الوحيد المستخدم منها هو الأزهار، فقد ذكر أن شرب عصارة قضبانه هي علاج نافع لعرق النساء، يعالج الاحتقان إذا شرب مغلي زهورها، كما ويمنع الدمامل وانتشارها في الجلد. إذا عجبك الفيديو ما تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يوصلك كل جديد.